الحقيقة موضوع برضو تاني عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، الموضوع ده لفت نظري، هقرأ بس جزء منه لأنه موضوع الحقيقة مهم جدا وخطير جدا وأنا اتكلمت فيه مع حضراتكم. النهاردة صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت خبر بيقول أن اتحاد الكرة الإماراتي عقد ورشة عمل لأندية الدرجة الأولى بخصوص رخصة الأندية المحترفة، وتم عن طريق تقنية الفيديو زوم عشان طبعا جائحة كورونا. قدمت ورشة العمل شرحا تفصيليا للائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى والتعديلات التي استحدثت عليها، والتي تأتي تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الكرة الإماراتي ورؤية 2038 التي تهدف لتطوير أندية الدرجة الأولى واستيفاء كافة المعايير المطلوبة سواء رياضية قانونية مالية والموظفون والبنية التحتية، والتي تلبي المتطلبات اللازمة لعملية التطوير والتأهيل لمستوى الاحتراف بصورة سلسة. وحرص أعضاء اللجنة على الرد على كافة استفسارات وأسئلة ممثلي الأندية الذين أكدوا على التعاون والتنسيق مع لجنة الترخيص خلال الفترة القادمة. والله الحقيقة أنا الخبر ده وأنا بتكلم مع حضراتكم الخبر ده لفت نظري ليه؟ لأنه احنا شوفوا حضراتكم بقالنا قد إيه بنتكلم في هذا الأمر. الاتحاد الإماراتي سبقنا وسبق اتحادات كتيرة جدا وعمل هذا الموضوع. احنا عندنا رؤية، الاتحاد المصري أعتقد أنه عنده رؤية ل 2030، مش هقول 2038 ولكن هقول 2030. إيه اللي بيحصل؟ وإحنا لسه هنتكلم في موضوع الأندية المحترفة ورخصة الأندية المحترفة، إحنا بقالنا أسبوعين ثلاثة بنتكلم في هذا الأمر. الناس عدت المواضيع دي خلاص تماما وبيتواصلوا مع الأندية وبيعملوا اجتماعات، ما تقوليش بقى جائحة كورونا ومش عارف إيه، لا بيعملها على الزوم عادي ما فيش مشكلة خالص. ولكن بيحاول ان هو كاتحاد كوره، يعني اتحاد كوره الاماراتي بيحاول ان يجاوب على كل استفسارات الانديه علشان تبقى عندك رخصه سليمه 100%. وعلى فكره هم اوريدي عندهم الرخص، ولكن تطويرها بقى خلال الفترات اللي هم شغالين فيها. كل سنه بتتعمل هذه الورشه، والورشه دي زي ما حضراتكم شايفين ورشه عمل بيتم فيها الكل بيبقى قاعد قدام بعضه طبعا من خلال تقنيه زوم، وكل مسؤولي اتحاد الاماراتي قاعدين ومع كل مسؤولي الانديه، اي حد عنده حاجه، طب انا عندي مشكله في الحته الفلانيه او في المنطقه الفلانيه او في الجزء الفلاني في اللائحه كذا، يرد عليه المسؤول اللي في الاتحاد الاماراتي ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا. الناس الحقيقه بتسبق بخطوات كبيره جدا، لماذا لا يفعل الاتحاد المصري مثل هذه الامور؟ وبالمناسبه انا هنا برضو لا انتقد، ولكن يا جماعه خلينا نتعلم من بعض ونشوف ايه اللي بيحصل علشان نصل الى مستويات افضل. كل اللي احنا عايزينه ايه؟ احنا نشوف كل الانديه محترفه. انا هقول هنا زي النادي الاهلي، وجهه نظري ان انت دايما بص على النادي الاهلي. انا ليه جبت الخبر ده؟ لان الخبر ده بيودينا للي بيعمله النادي الاهلي. ايه اللي بيعمله النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هو اول نادي استخرج رخصه انديه محترفه. النادي الاهلي دايما على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يخلص كل أموره المالية والفنية والقانونية، وعندنا مجموعة عمل بتطلع على كل الجديد في اللوائح علشان تبقى النادي الأهلي مواكب للوائح الجديدة أو التغيرات اللي بتحصل في اللوائح اللي موجودة. وبالتالي لما تيجي تتكلم على النادي الأهلي محدش يقدر يفتح بقه في موضوع رخصة الأندية المحترف. ليه؟ لأنه مستوفي كل الشروط. مستوفي كل الشروط من إمتى؟ مش من النهارده ولا من امبارح ولا من اول، من سنه 2013 والنادي الاهلي هو مستوفي كل الشروط، ودائما دائما بيحاول ان هو يبقى متطور مع التطور اللي بيحصل حوالينا في العالم كله. انا ليه بقول الرساله دي؟ لانه حتى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مفيش حاجه في باله، في حاجات طبعا كتيره جدا في دماغه، ولكن اقصد ان مفيش حاجه شغلاه اكتر من ان هو يبقى على قد ما يكون او على قد ما هو قادر وهو موجود كمجلس اداره ان هو يصل الى افضل شيء حتى في رخصه الانديه المحترفه. ما عندناش مشكله مع لاعب، الحمد لله فلوسنا كلها بتدفع او فلوس اللاعبين بتدفع، حتى لو عندك مشكله بيتم التفاوض مع اللاعب لغايه لما تصل الى حل يرضي اللاعب الاول ويرضي النادي، وبعد كده تدي له فلوسه او ما تم الاتفاق عليه يتم تفعيله خلال العقود اللي بتكتب بعد كده. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي اللي دايما بيمشي بيه. عشان كده انا بقول او الخبر ده بالنسبه لي هو خبر مهم،
وبقوله يا جماعه من فضلكم نتعلم ونشوف ايه اللي بيحصل. الاتحاد الاماراتي بيعمل ورشه عمل عشان يطور رخصه الانديه المحترفه، احنا لسه في انديه عليها فلوس وفي انديه عندها مشاكل في القيد، وفي انديه والله انا هنا بتكلم بشكل عام، ما بتكلمش على حاجه على حد، لكن انا بتكلم بشكل عام ان لا، خلينا عايزين نبقى عندنا رؤيه للامام. ان شاء الله الاتحاد كره القدم القادم، المنتخب القادم يكون له رؤيه يستطيع ان هو يشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه علشان يبقى عندنا دوري محترفين. يعني ما ينفعش يعني بسم الله ما شاء الله في كره القدم الدولة عندها رؤية ل 2030 والكل بيتكلم عن هذه الرؤية، ما ينفعش أنت كاتحاد كورة اللي مسؤول عن اللعبة ما يبقاش عندك السرعة في الوصول إلى موضوع زي رخصة الأندية المحترفة. نفس النسق في، يا رب يبقى في نفس النسق في الحفاظ على رؤية الدولة خلال الفترة القادمة أو 2030. يا رب يبقى في نسق زي اللي احنا بنشوفه بيحصل حوالينا في مصر كلها الحقيقه. ده خبر كان بالنسبه لي مهم جدا جدا. احنا لسه بنتكلم عن مشاكل هنا ومشاكل هنا والتاجيلات والحاجات دي كلها، او مش التاجيلات انا اسف، الارتباطات الدوليه دي حاجات موجوده، وزي ما هي موجوده في مصر ما هي موجوده في بلاد اخرى، وبالتالي عندنا مشاكل في الدوري السنه دي من ناحيه المباريات وهتتلعب امتى وتوقيتاتها. نتمنى ان الاستاذ عامر حسين اللي هو المشرف على لجنه المسابقات في رابطه الانديه يكون وعضو رابطه الانديه طبعا ياخد باله بقى من الفتره اللي جايه دي. انا متاكد ان هو واخد باله، ولكن يبتدي يعمل الجدول ويقوله للانديه علشان نشوف الفتره اللي جايه هتبقى ماشيه ازاي. عندنا مشوار صعب جدا جدا بسبب الارتباطات الدوليه اللي حوالينا في كل حته. فنتمنى ان شاء الله، وانا متاكد ان الاستاذ عامر يقدر ان هو يتخطى هذا الامر لما له من خبره كبيره جدا فيما هو سابق، يعني كان واحد رئيس لجنه المسابقات لفترات طويله جدا، فيقدر ان هو ان شاء الله يعدي الفتره اللي جايه بما يتناسب مع الانديه والتوقيتات اللي موجوده. فنتمنى ان ده يحصل.